قولي لي ايه اللي جاي؟ دايما انا بحب اسال السؤال ده، ايه اللي جاي واحلامك ايه؟ احنا تقريبا اللي جاي بطوله افريقيا، هيعملوا قبليها تصفيات لسه. امتى بقى؟ لسه مش عارفه قوي صراحه. بس ده اللي جاي، يعني ده اللي هدفي دلوقتي. ده هدفك دلوقتي. بعد بطوله افريقيا هل في سلسله تانية من الدوري العالمي ولا خلاص احنا كده الموسم ده خلص؟ تقريبا في بطوله كمان بريمير ليج، بس لسه مش شور احنا هنسافرها ولا لا. بس لسه بقى هنستعد بقى ان شاء الله للسيزون الجديد، لان احنا ده في اواخر بقى السيزون خلاص. السيزون الجديد بقى السنه الجايه هي اهم سنه للكبار انيسات، عشان بطوله العالم 23. السنه دي المفروض بطوله العالم للشابات وال21 والناشئات، ولكن احنا بقى السنه اللي جايه ان شاء الله للكبار. للكبار. طيب التاهل لبطوله العالم ازاي عشان نعرف الساده المشاهدين؟ احنا كان هو في كذا نظام، احنا مش عارفين النظام بتاع بطوله العالم الجديده هتبقى بالرانك ولا مش بالرانك. بس انا دلوقتي يعني كنت عارفه من كام يوم ان انا بقيت رقم 9 على الرانك العالمي. فهو يعني هو تقريبا ممكن ما تبقاش بالرانك او هتبقى بالرانك الدولي. لو هي مش بالرانك بنعمل تصفيات هنا في المنتخب، باحسن حد هو اللي هيسافر للبطوله العالم. طب انت سعيده بالطفره اللي حصلت في الكاراتيه؟ يعني الكاراتيه لما شارك في الاولمبياد خد سبوت كبير. فريق الاشرف، عندك طبعا الدكتوره جيانا فاروق نجمتنا ونجمه النادي الاهلي، يعني وسبحان الله الطفره او الميداليات جايه من ناحيه السيدات. ايوه. يعني طبعا ابطالنا الرجال لا غبار عليهم طبعا، ولكن بتكلم ان هي للسيدات حطت ارقام كبيره. فرحانه بالسبوت ده؟ انا فرحانه ان الكاراتيه بقى متشاف دلوقتي، بقى في سبورت من الناس اللي بره. احنا كان دايما الكاراتيه مش باين، مع ان احنا كنا بنعمل نتائج كبيره جدا وحاجات كتيره قوي، بس ما فيش حد كان بيشوفها، لان احنا لعبه كاراتيه فمش باينه قوي. دايما الناس بتبص على العاب جماعيه ككره قدم، هاند، حتى فولي، باسكت، فولي بول. بالظبط. فاحنا ما كناش ظاهرين قوي. بعد ما الكاراتيه دخل الاولمبيات واحنا جبنا فيه ميداليتين، فده خلى الناس اللي هو لا في لعبه هنا احنا ممكن نبص عليها ونشوف. فلقوا ان احنا لان احنا بنسافر البطولات بنبقى مصر دايما ترتيب اول. صحيح. ترتيب عام اول دايما في اي بطوله، حتى هنا في السيريس ايه جبنا ترتيب عام اول. فيعني احنا عندنا كمان مش حد ولا اتنين في كل ميدان. سعيده بالطفره دي؟ سعيده بالسبوت الاعلامي ده؟ سعيده، لان احنا نستحق. يعني احنا بنتعب قوي، بنتعب قوي وبنجيب ميداليات، فاللي هو ليه؟ المنافسه مش سهله. بالظبط. يعني الناس فاكره الكاراتيه لا، ده بره المنافسه قويه جدا مع دول كتير جدا. ده حقيقه، ده دول كل الدول تقريبا كويسه، وكل الدول بابطال. احنا كل ما بننزل كل ماتش بنبقى مجهزين له قوي، لان هو احنا عارفه اللي قدامي دي بطله، فالمنافسه هتبقى ما بيننا قويه جدا. صحيح. فالماتشات بتبقى عاليه.